راكبة كندية تنهي رحلتها بصدمة حقيقية بعدما استيقظت لتجد نفسها وحيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الكندية. فبعد ساعات من النوم العميق استيقظت المسافرة وسط ظلام دامس، حيث خرج الركاب وطاقم الطائرة التي أقلتها من مقاطعة كيبك إلى تورونتو، ولم ينتبه أحد لوجودها. لحسن الحظ تمكنت الراكبة من الاتصال بصديقتها وأخبرتها بمكانها، وبعد دقيقة واحدة فرغت بطارية الهاتف نهائيا. في ذلك الوقت نجحت صديقتها بإبلاغ الجهة المعنية بالمطار التي أعلنت أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة جراء الحادث.